السريكة الواحدة من دول وزنها كيلو، يعني حوالي 3 مليون و800 ألف جنيه. الفكرة بقى إن نفس السبيكة دي من سنة بالظبط كانت عاملة 2 مليون جنيه، يعني سعرها زاد حوالي 80%، وطبعا دي زيادة أكتر من اللي حصلت في سعر الدولار، وأكتر بكتير طبعا من اللي كنت هتكسبه في شهادات البنوك. الفكرة بقى إن الطلب على الذهب في الأيام اللي إحنا فيها دي عالي جدا، وده بسبب طبعا فلوس شهادات ال 25% اللي بتخرج من البنوك. فلو بتفكر تشتري ذهب أنا رشح لك طبعا إن أنت تشتري سبائك، وحاول طبعا السبيكة اللي بتشتريها تكون من مكان ثقة. انا بحترم الذهب السويسري الحقيقه، وده عشان سمعته في العالم كله. السبيكه اللي معايا دي من مصفى سويسريه موجوده هنا في مصر، اسمها سويس جولد، عيارها 4 تسعات عيار 24. المميز في الشركه دي جوده العيار، وهتلاقي دايما عندهم كل الاوزان متاحه من اول حتى ربع جرام، يعني عادي جدا تروح تشتري ذهب من اول 1000 جنيه. تقدر تعرف اقرب فرع ليك من خلال رقم خدمه العملاء، وبعد ما تشتري ويخلص لك الفاتوره قول له بس ان انت جاي من طرف، هيعمل لك خصم 10% على المصنعيه لغايه اخر شهر واحد.